اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. وبعد، فإننا نتفيأ اليوم ظلال آية فيها استفهام يقصد منه التعجب، وهذا الاستفهام ورد في سورة الجاثية، قول الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ما أريده في هذا الاستفهام أن الله عز وجل أراد من هذا الاستفهام التعجب، كيف يتخذ الإنسان شيئا يحبه إلها له؟ فبعضهم كان يحب الحجر الأبيض مثلا فيتخذ إلها من دون الله، بعضهم كان يحب دنانيره فيتخذها إلها من دون الله، بعضهم كان يحب بعض النساء إلى آخره. فهذه الآية يعني فيها نوع من الاستفهام يراد منه التعجب، يعني معقول إنسان أمام الطعام مثلا هو جائع لا يأكل أنت تتعجب؟ معقول إنسان مثلا يدرس ولا ينجح أو لا يدرس وينجح؟ هذه كلها استفهام يراد منه التعجب. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. طيب، اللهم صل على سيدنا رسول الله. أول شيء يا طارق، شو هذا الهوى؟ لماذا سمي الهوى هوى؟ طبعا في كلام كثير، قالوا الهوى من الهوي، يعني يهوي بصاحبه، ينزل بصاحبه. لذلك كان الإمام الشعبي يقول يقصد بالهوى هنا ما ينزل بصاحبه إلى الوهدة، ينزل فيه إلى الأسفل. إنسان ملء السمع والبصر وما شاء الله رائع ومهذب وطيب وكذا، لكن بسبب تعلقه وهواه بالقمار أو بالمخدرات المدمرات أو بالخمور، فمسكين يعني بسبب هواه دمرت حياته، نزل لأسفل السافلين بسبب تعلقه بأنبوبة سيجارة مثلا أي شيء. فهذا الهوى قاتل، نون الهوان من الهوى مسروقة. نحن عنا بدي اشرح هذا البيت، لان هذا البيت يا طارق انت انا حكيته اكثر مره، بس هذا شو له علاقه في نحن عنا باللغه العربيه شيء اسمه اعراب. شو الاعراب؟ اقول جاء طارق، اعرب اقول جاء فعل، فعل ماض وطارق فاعل، صح؟ في شيء باللغه العربيه اسمه الصرف، شو تصريف الكلام. في عنا نون الكلمه وعين الكلمه وألف الكلمة، يعني مثلا لما أقول الكلمة لها آخر اسمه نون، نون الكلمة آخرة. الهوى، كلمة الهوى، يقول كلمة هوان، شو معنى هوان؟ مشان اشرح الشعر شو معنى الهوان، الذل. يعني لو كتبنا كلمة هوان ماذا يقول الشاعر؟ نون الهوان من الهوى مسروقة. يشبه يقول نون، كلمة هوان واو نون، من الهوى مسروقة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. اللي عنده هوى، طبعا أنا ما بحكي عن الحب، الحب شيء مختلف تماما عن الهوى. الهوى ما بعرف يا طارق أنت قرأت فيها الأمور أو لا، هو الإنسان المزاجي، يعني مو ثابت، يعني بيسموه مودي،
انه يعني مره تلاقيه يصافيك ما شاء الله امام الرومانسيه وفجاه كانك لا تعرفه ولا يعرفك. لا يعني في لازم يكون في نوع من الاعتدال. هذا الانسان الذي يتعلق بهواه يعرض نفسه للذل وللضع. طيب، وما من إله عبد في الأرض أشر من الهوى. وكان يقول سهل بن عبد الله التستري يا طارق: هواك دواؤك إن خالفته وداؤك إن وافقته. هواك دواؤك إذا خالفته بس، وداؤك إن وافقته. ذكرت لك مرة عن أحد علماء الشام الله يرحمه ويجعله مع الأنبياء، كان يقدمون له عصير شغلة يشربه وبرد أحيانا يعني شيء دافئ عفوا فما يشربه. نحن نتعجب أنه الدرس مدته ساعة ونص أحيانا ساعتين بعد الفجر. فسألنا مرة أنه يعني أستاذنا أنت، قال يا أبني أنا لما يكون في تعلق أكثر وبحبه فأنا بدي أدرب نفسي أنه الشيء بحبه مو كل شيء. الست نفوس بسميها الست نفوس، بدي إياه بعطيها إياه. بدك تخالف نفسك، وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي. أنه حتى يورد أثر هو ما بعرف مدى صحته، كان يقول: أقسم الملك القدوس سبحانه وتعالى ألا يدخل جنته أرباب النفوس. شايفين حالهم؟ فبده يكون عندك ما في هوى لشيء. ليش؟ الإنسان يتبع ما يحب ولو كان باطلا. هون الإشكالية طارق، يعني الإشكالية ليست في أن تحب شيئا إذا كان حقا، لكن إذا كان باطلا في بعض، هذا هون الهوى، يحب الشيء ولو كان باطلا ولو كان حراما. أما لو أحبه وهو حسن ما في مشكلة. هذه هي، هذا الشيء المذموم في الهوى. طيب، فيترك أمر الله. شو معنى الهوى هون يا طارق؟ قال العلماء: صاحب الهوى هو الذي آثر شهوته ومصلحته النفسانية على أمر الله عز وجل. يعني يتحرك الإنسان بباعثين، باعث يرضي الله عز وجل وهو الخير، وباعث الشر. فقال: الذي يؤثر شهوته ومصلحته وتعلقه وحظ نفسه على أمر الله فهو متبع للهوى. هواك داؤك فإن خالفته فدواؤك، هواؤك داؤك فإن خالفته فدواؤك. شو الدليل عليها يا طارق؟ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. السؤال اليوم يا طارق، الآن بدأنا، هي كلها مقدمة، كيف للإنسان أن يتحكم في هواه؟ كيف يتحكم بهواه؟ كيف للإنسان أن يتحكم في هواه؟ نحن اتفقنا أنه ما في مشكلة أن تهوى شيئا، أن تحب شيئا. واحد يحب بيته، أهله، كذا، يحب الخير، يحب العلم، يحب القرآن، ما في مشكلة، لكن أن لا يهوى باطلا فيتبع. بعضهم قال الهوى مو بس الحجارة ولا المال ولا، قال أنه يهوى يعني شو بتأمره في نفسه. فقال العلماء: إذا أردت أن تتحكم في هواك أن تؤسس على ثلاث قواعد. كم قاعدة يا طارق؟ ثلاثة، ما في غيرهم، اليوم ما منطول عليك. القاعدة الأولى: أن تجعل أعمالك كلها تبعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولقواعد الشريعة. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني من حقك أنك تتزوج، لكن ليس من حقك أيها المؤمن أن تتلصلص على عورات الناس. من حقك أن تعمل في التجارة، لكن ليس من حقك أن تأكل مالا حراما وأن تغصب مالا حراما وأن تدخل في حرام. من حقك أن تلبس أجمل الثياب، لكن ليس من حقك أن تلبس ثيابا تظهر العورة،
أو تثير بها الشهوات. لاحظ أن شغلات كل شيء مو حرام، الأصل في الأشياء الإباحة، لكن إذا شيء الله ما بده إياه لا أتخذه هوا. أخي ما بيجوز. في أقوال كثيرة، أعطيني آية أنه بتقول البنك حرام، ما في آية بالقرآن بتقول البنك حرام. واحد بعث لي مقطع من كم يوم أكثر من مستفز، وهي الآية وأضله الله على علم. يعني هون المشكلة أنه النبي قال أخوف ما أخاف على أمتي أئمة ضالون مضلون، يعني بيحكي بغير علم ويجعل من الحرام حلالا متعمدا. يعني هو الآية تقول شو تقول طارق؟ أضله الله على ماذا؟ على جهل؟ تقول أضله الله على علم، هو بيعرف بيحرف، يعني هو عالم. لذلك يقول علماء العقيدة وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، لأنه بيعرف هو تماما الأدلة أنه هذا حرام وربا. هلأ أنا ما بعرف إذا مكره مو مكره، ما بعرف، لكن العكس هو يعني هيك يقول لك من أعماق قلبه بده يقنع الناس أنه الربا حرام حلال عفوا، وبده يقنعهم أنه الحجاب مو فريضة. أنا ما عم بحكي على الإنسان الذي لا يؤمن بالله ولا بسيدنا محمد رسول الله، هذا موضوع آخر ليس بعد الكفر ذنب. لكن إنسان عنده شريعة وعنده علم وكذا يبيح الحرام متعمدا اتباعا لهواه. أنا حكيت بفهم أنه مثلا واحد يقول أنا بدخن لأنه ما بقدر أترك العادة الضارة والسيئة، أما واحد يقول لا هذا الدخان من المستحبات، هذا يعني هذا الذي اتبع هواه. إذن أول قاعدة يا طارق ما هي؟ أول قاعدة شو الدليل؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وأن تؤسس على قواعد الشريعة. الله. وقد جاء في الحديث إذا رأيتم هوى متبع وشحا مطاع وإعجاب المرء بنفسه فانتظر الساعة. ثانيا، إذن أول قاعدة عرفناها، ثاني قاعدة يا طارق أن نجتنب المبالغات. العرب كانت تقول المبالغات عتبات الكذب، المبالغات عتبات الكذب. يعني مثلا إذا حب واحد بينزله من سابع سماء، عفوا بيرفعه لسابع سماء، وإذا زعل منه لا هذا عميل، هذا مبتدع، هذا كذا، مباشرة قبل شوي كنت عم تمدحه. فقال ينبغي أن توازن وأن لا تكون مبالغا في كل شيء، حتى في مشاعرك. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون عدوك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني اترك للصلح مطرح، ما تبالغ. المبالغات مشكلة بكل شيء، المبالغات. فالإنسان بده يحفظ نفسه من الهوى الذي يرديه ما يبالغ. أحب زوجتي، أحب أولادي، أحب متاعي، أحب أستاذي، أحب شيخي، أحب على العين ثم الرأس، لكن لا أبالغ. المبالغات تؤذي بل تقتل صاحبها. يعني إذا واحد حتى بده يحب إنسانة وبده يتزوجها وكذا، المبالغات تؤذيه، لأنه لا قدر الله ما صار نصيب، ممكن يتزوج امرأة أخرى ولساته مريض بهذا الهوى الذي يؤذيه ويقتله. بل يعني كان من لطيف ما مر معي أن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان في عرفات، قالوا له ادعينا دعوة، قال أعوذ بك من العشق، لأنه تعلق كثير كثير متعلق، فهذا الأمر يؤذيه. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب الله. مرة كان سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه جالسا في مجلس الخلافة، فأراد رجل أن يمدحه فقال له ما رأينا بعد رسول الله مثلك يا عمر. يعني هذول طبعا بينافقوا موجودين من زمن النبوة وسيبقون إلى قيام الساعة. فسيدنا عمر قال له أنا بعد رسول الله، وما ذكر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال له أنا كنت أنتنا من بعير أهلي، وأبو بكر يخوض مع المسك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شوف الله يرضى عنه، ما بده مبالغة يعني. يعني هذه الطريقة ما فيها مبالغة وما فيها ظلم. يوم بدر اللهم صل على سيدنا رسول الله، زوج ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، شو اسمه؟ العاص ابن الربيع. رآه رسول الله، وين رآه؟ بين الأسرى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى زوج ابنته عم يحاربه، يعني لو رأى النبي لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي ما ظلمه، فقال ما ذممناه صهرا. يعني النبي ما قال انت جاي تقتلني، انت كذا. بعد يعني الان هلا بس يصير طلقوا بعض بينشروا غسيل بعض، لا، شوف النبي هذا جاي يقتل النبي. من النبي قال ما ذممناه صهرا، نحن ما بنذمه. شوف يعني ما في مبالغات، بحبه بينزله من سابع سماء، تخانق معه دغري بيحكي عليه. فهذه المبالغات ينبغي أن يكون الإنسان متوازنا حتى لا يؤذي نفسه بالهوى الذي يقتل صاحبه. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. كم واحد صاروا طارق؟ طيب، الله الله الله. ثالثا، أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملك به الناس، ولن يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هي أنا بدي أعلق عليها شوي. طيب، الله 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 الله، أنا بدي عامل زوج بنتي مثل ما بعامل أنا ابني، مثل ما بعامل بنتي، مو العكس. يعني مثلا تذكر طارق مرة حكينا لكم عن امرأة زوج بنتها جاب لبنتها غسالة أحسن آخر نوع. زوج بنتها، هذه المرأة نفسها ابنها مرته طلبت منه انه يجيب لها غسالة، فقالت انه هي عم يسمع كلامها، هي عم تكلفه، هي كذا. سبحان الله، طب انت رضيتي لابنتك هذا، ليش زعلتي لما يكون يعني لزوج يعني المشكلة انه نحن مشان نوصل نأسس ما يكون عندنا هوى، بده يكون عندنا موازنة، انه اللي بحبه لنفسي بحبه لغيري. ما يعني الإنسان لما يكون عنده أثرة، وهذا أغلب المشاكل طارق، شوف أنت بالقطاع الخاص وبالقطاع العام وبكل المجالات، الناس بتكره بعض وبتحكي على بعض ومؤامرات وغيبة ونميمة ومجالس. شو سببها؟ سببها أنه ما عنده حب، أنه يحب الناس، يحب لهم الخير مثل ما يحب أنه يعاملوا. ما عنده موازنة في هذا الأمر أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد. الله قال وأضله الله على علم. جاء في الحديث يا طارق أن الزبانية تبع جهنم أسرع إلى الفسق من القراء، يعني في العذاب. بمعنى أنه المشركين بيعبدوا النار، العذاب الذي يكون للفساق من القراء لأنه عندهم علم أكثر بكثير. في عبارة يذكرها الإمام الغزالي على كلمة وأضله الله على علم يا طارق، قال اليهود وإن كانوا أقل كفرا من النصارى. اليهود ما قالوا إن استغفر الله إن الله له ولد أو لا لا، لكن قال واليهود وإن كانوا أقل كفرا من النصارى إلا أن الله غضب عليهم. ليه؟ قال لأنهم عصوه بعد علم ومعرفة. وكان يحيى ابن معاذ الرازي له كلمة أختم بها يا طارق، كان يقول مسكين مسكين من يكون علمه حجيجه أمام الله يوم القيامة. يا لطيف، اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجيجا علينا. يا لطيف، أنه يكون هذا العلم وهذا القرآن وهذا الدين يكون حجة لنا، ما يكون حجة علينا. لذلك قال وأضله الله على علم،
وهذه حكينا قبل قليل انه في أئمة ضالون مضلون, بيجي هو يعني يحاول ان يفلسف الحرام, وهذا اخطر شيء. ليش؟ لانه انا بقدر افهم انه انسان يعني بيعرف واصابته غفلة الصالحين وغلط, لكن هو والعياذ بالله يجاهد ويجاهر وبده يقنع الناس لانه هواه مشان ما ينكشف يعني عن عورة, بده يقنع الناس بالحرام اللي هو يرتكب. هذا يعني وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق, هذا عم يجادل بالباطل وهو يعلم انه والعياذ بالله باطل. اذا كم قاعدة يا طارق صار عندك؟ نعيدهم. أن تجعل أعمالك كلها تبعا لما جاء به رسول الله وأن تكون تحت قواعد الشريعة. ثانيا المبالغات, قلنا إن المبالغات عتبات الكذب. ثالثا أيوة أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملك به الناس. هذول القواعد الثلاثة لو التزمناهم نبتعد عن الهوى. وأنا هون بدي أذكر شغلة ذكرها يعني لما ذكرت الإمام الغزالي تحدث عن اليهود, الله قال وقالت اليهود مين؟ عزير ابن الله. مو كل اليهود قالوا هذا الكلام, هذه طائفة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قالت, أما اليهود ما قالوا إنه إن لله ولدا والعياذ بالله. لا, هذا أطلق الخاص أطلق العام, وأريد به شو طارق؟ أريد به هذا من أساليب اللغة, وأريد به الخاص كقول الله عز وجل الذين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس مو كلهم قالوا, جماعة قالوا أنه أبو سفيان وغيره, إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا, فأطلق العام وأراد به الخاص. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام, اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهوان والهوى برحمتك يا رب العالمين. اللهم رضنا بما قسمت لنا, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين. الله يطلع.